باتت المدرسة الخاصة الوجهة المفضلة في السنوات الأخيرة لدى العديد من الأسر بحثا كما يقولون عن الجودة وتنمية قدرات أبنائهم، رغم أنهم يتحملون تكاليف إضافية ترهق كاهلهم، إلا أنهم يحرصون على اختيار المدرسة الخاصة عوض العمومية، في حين يفضل آخرون التعليم العمومي نظرا لضيق ذات اليد. أنا وليداتي كيقراو في الدولة، ما تيقراوش الصراحة في الخصوصي، يعني كيقراو في الدولة، مي النيفو ديالهم مزيان، فلوس يعني شوية، اللهم كنختار بأن يقراو، لأن طالع شوية الثمن في الدخلة الأولى وفي التكاليف طالعة بزاف، ما تقدرش يعني ما كاينش الإمكانيات باش خصك تدخل في الأول، خصوصا إذا كانوا عندك خمسة ولا أربعة. التعليم الخصوصي الأساتذة كيعطيو اهتمام للتلاميذ وكيعطيهم واحد الباكاج اللي كيطلعوا على اساس فيه، وهذاك الشيء علاش حنا كنلتجؤوا كندخلوا وليداتنا من الصغر لذاك التعليم الخصوصي. المواطن اصبح امام العز اللي كتعرفوا المدرسه العموميه لا على المستوى ديال الموارد البشريه ولا الموارد ولا تحسين ظروف ديال الموظفين العاملين بها، اصبح واحد التراجع على هذا على التعليم، ولاو الناس كيمشيو للتعليم الخصوصي. لماذا هذا النزوح والإقبال الكبير على التعليم الخصوصي؟ بماذا يعزى؟ ماذا يحقق؟ وما أسباب تراجع التعليم العمومي؟ أسئلة طرحناها على أهل الاختصاص في علم الاجتماع والتربية. المواطن المغربي فقد ثقة في المدرسة العمومية، وهذا مؤشر خطير في حقيقة لما يطوي عليه من أزمة حقيقية في التعليم. هناك أزمة يجب أن نعترف بها، وبالتالي هم يبحثون عن الجودة، ورهان الجودة هو داخل، يعتقدون أنه داخل القطاع الخاص، لكن الجودة لا هنا ولا هناك. الجودة هي مشروع مجتمعي، الجودة يجب أن يشتغل عليها البلد وأن يستمر بشكل جيد في التعليم. ما معنى أسرة متوسطة الدخل تكبد نفسها تكاليف مادية تفوق قدراتها لأداء مصاريف تعليم فرد واحد فقط من أبنائها، فما بالك بطفلين أو أكثر؟ يجب التفكير اليوم أو إعادة التفكير في المدرسة العمومية المغربية. بدون المدرسة العمومية المغربية لا يمكن أن نساهم في التنمية. أعتقد بأن الذي رهن على القطاع الخاص هو رهان خاطئ تماما، وبالتالي لا يستجيب اليوم، لا يمكن القطاع الخاص يستجيب لحاجيات المجتمع فيما يتعلق بالتربية والتعليم. إذا كان التعليمان العمومي والخصوصي يتقاسمان البرامج والمناهج التعليمية نفسها، فأين مكامن الخلل إذن؟ وهل أصبح الهاجس الأول والأخير هو الربح على حساب قطاع في غاية الأهمية والحساسية؟